نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. الانقطاعات الكهربائية ومشاكل المياه أزمات تراوح مكانها وتعمق هموم المواطن. شباب من قبيلة العواجير يطالبون بالإفراج عن جعيم ويستنكرون أعمال الحرق والاعتداء بمنطقة برسس. مدير شركة جراس روتس للاستشارات السياسية يؤكد إبرام حفتر صفقة للترويج لنفسه بالولايات المتحدة. تشارف سنة 2017 على النهاية، ولا تزال أزمة الكهرباء تراوح مكانها بل وتزداد سوءا. فترة طرح الأحمال لا تقل عن 8 ساعات يوميا، وقد تصل إلى الضعف أحيانا، خاصة في فصل الصيف الذي يزيد فيه الاستهلاك والطلب على الطاقة. لم تتوقف أزمة انقطاع التيار الكهربائي بمدن ومناطق جبل نفوسة طوال السنوات الماضية، بل ازدادت سوءا خلال العام المنصرم. في مدينة نالوت أثر انقطاع الكهرباء تأثيرا سلبيا على حياة المواطن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها القطاعات الخدمية والخاصة. ضرت ناس هلبة، في اللي عندها مواد كهربائية طبعا تأثر بقصة الكهرباء عن طريقة غير مباشرة. يتبادل فصل صيف والشتاء كل عام الدورة في بدء موعد الأزمة، فارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من الطلب على الطاقة للتبريد. نخلوا الشبكة تستمر لازم نطرحوا أحمال، لأن ما عندناش يعني الطاقة الكافية اللي تستوعب الأحمال. والمشكلة اللي عندنا أن الأحمال اللي عندنا احنا ما هيش أحمال، مش بالتدريج ولا متوازية ولا كذا، يعني يجي في شهر معين تلقاها راقية لأقصى حد، تجي في الأشهر الثانية ممكن حتى تمشي حتى بنص الطاقة اللي موجودة طوى. أما انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام إلى أقل من 10 درجات فيسهم أيضا في ازدياد ساعات طرح الأحمال لتصل إلى نحو 5 ساعات يوميا، ما دفع بالمواطن إلى الاستعانة بوقود الكيروسين للحصول على التدفئة في البيوت. ما عادش تأدي الواجب، شبحت المحطة أول شيء مع سكاكينها طبعا برا، ما عادش نقدر حتى نوصلوهم ولا نوصلوهم، يعني طبعا خلاص العمر هذا تم، ما عندناش محاولات تيار، ما عندناش محاولات جهد، الأمورها تعبانة. زائد على ذلك المبنى للمحطة من تاريخ افتتاح المحطة من سنة 82 إلى تاريخ اليوم ما تمتش عليها أي صيانة. حال أوصل المواطن إلى الاعتياد على هذه الأزمة المتكررة التي لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة منذ 7 سنوات حلها وإنهاء معاناة المواطنين. وكان للأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين تأثير سلبي على الشبكة الكهربائية في زوارة أقصى شمال غرب البلاد. تحولت كاميرا النبأ لأحد مواقع شركة العمل الكهرباء في المدينة ورصدت سير العمل داخله. المواطن العادي ما يقدرش يعيش، جملة قالها أحد المواطنين بمدينة زوارة وهو يعاني كغيره أزمة المعيشة بكل أنواعها. انقطاع التيار الكهربائي أحد أهم عناوين الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي يوميا. أكثر الأعطال اللي موجودة توا هي سببها العوامل الطبيعية، المية المطر اللي جت بكثرة الفترة هي، والحمد لله وغيت نافع
ولكن ك الارضيه نتاعنا احنا والتربه نتاعنا احنا ما تستقبلش استوعبش الميه، هي كلها هي سبب تعطال يعني عندنا احنا. انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر إلى نحو يومين كاملين أحيانا ألقى بظلاله على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، أزمة اختلف القائمون في شركة الكهرباء بالمدينة على أسبابها، فهناك من يرجع السبب إلى العوامل الطبيعية وهناك من يشدد على نقص الإمكانيات في ظل الأعطال المتكررة. القطاع موجود حقيقة في يعني باستمرار، يعني يا ريت حمل يعني طرح الأحمال بس، لكن الإشكالية مرات ينقطع ساعة وبعد ساعة تانية ينقطع، يعني الحقيقة في تذبذب، ما فيش توقيت معين على الأقل المواطن يرفع حذرة من أو ياخذ ترتيباته ويدير احتياطاته لانقطاع التيار. فهمتني؟ مؤسسة أكيد دايرة جهدها قدر الإمكانيات متاحة، لكن الإمكانيات هي اللي تتحكم حاليا. إذا كان يقول لك أنا ما عنديش ميزانية ما عنديش إمكانيات، شو بدي لأنت؟ وبغض النظر عن أسباب استمرار أزمة الكهرباء، يبقى المواطن الليبي يفتقد أبسط مقومات الحياة لينعم بحقوقه وبحياة طبيعية. سنة 2017 وصفت بالثقيلة على مدن الجنوب وقرها، مع تواصل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تمتد أحيانا لأيام عدة. في التقرير التالي ننقل جانبا من معاناة أهالي الجنوب. أغلقت المصارف والمصانع وتعطلت أغلب المؤسسات، هذا هو واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في معظم مدن الجنوب الليبي نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وبحسب المعلومات الواردة من الجنوب، تصل ساعات طرح الأحمال إلى 6 ساعات أو 7 متكررة خلال اليوم الواحد، غير أن الآثار السلبية لانقطاع الكهرباء ظهرت بشكل واضح في قطاع الصحة بعد تعطل المرافق الصحية عن أداء مهامها أمام المرضى بسبب توقف الأجهزة الطبية. انقطاع الوقود ساهم أيضا في تفاقم الأزمة بسبب دوره في تشغيل المولدات أثناء انقطاع الكهرباء، لكن المشهد الحياتي في مدن الجنوب لا يقتصر على هذه الأزمات فقط، فالاعتداءات المتكررة على أغلب محطات التحويل وتعرضها للتخريب وسرقة الأسلاك أصبحت ظواهر متكررة في هذه المدن. سبها هي أكبر مدن الجنوب مثالا على هذا الواقع، فالمدينة تفتقر إلى الإمكانيات والدعم اللازم لأفراد الصيانة من أجل إصلاح الأعطال حين حدوثها ومواجهة الاعتداءات المستمرة على موقع المحطات التابعة للشركة العامة للكهرباء. هذا واستطلعت النبأ آراء عدد من أهالي سبها عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي. والله ايش نقول لك، من ناحيه قطع التيار الكهربائي على المنطقه الجنوبيه نقلنا نشهد بالله جماعه الجنوب يعانوا من نقص التيار الكهربائي والوقود، ومتتره اكثر المرافق الحيويه متتره من قطع التيار الكهربائي عن الجنوب. ما فيش حد وضح لنا لعند تو شنو هي المشكله الحقيقيه، وكان المشكله الحقيقيه في الابراج، ووضحوا لنا شنو مشكله الابراج وكيف صارت وليش صارت. لو هو انه مثلا الموضوع موضوع امني، ليش ما حلت الموضوع الامني لعند تو؟ الآن الكهرباء تنقطع علينا على مرحلتين، المرحلة الأولى ممكن توصل إلى 5 ساعات، المرحلة الثانية توصل إلى ساعتين ونص، والآن الجو يعني درجة حرارة تكاد أن تكون ممكن في الليل 6 أو 5 درجات مئوية، يعني الحقيقة جمود. وطبعا بالإضافة إلى الأطفال طبعا ما يتحملوش، طبعا بيصيبهم زكام، بيصيبهم الحقيقة يعني وضع مزري 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 جدا. أنا أرجح أن المشكلة الأساسية هي في مشكلة أمنية بامتياز، نظرا للسرقات والاعتداءات اللي تمت على المحطات والسرقات اللي تمت بالنسبة للكوابل والاعتداءات اللي تم على
على غرار الكهرباء، عاش الليبيون على وقع أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه جراء أسباب عدة. طرابلس إحدى هذه المدن التي أجبر سكانها على اللجوء إلى المساجد لتعبئة قوارير المياه. حمل أوعية المياه ونقلها عشرات المرات من المساجد والأماكن العامة إلى المنازل، هذا هو حال المواطن الليبي جراء استمرار انقطاع المياه الذي أصبح شبحا يتربص بمقومات حياته. توقف أمدادات المياه في بعض المدن الليبية خلال هذه السنة دفع المواطنين إلى حفر الأبار بحثا عن المياه، غير أن الالتفاف على انقطاع المياه وضع المواطن بين مطرقة قطع أمدادات المياه من قبل مسلحين بعد رفض جهات أمنية تسليم مدان تابع للنظام السابق، وبين سندان غلاء تكاليف حفر الأبار التي أصبحت ضرورة ملحة. حالت عندك ميزانية وعندك قدرة تستطيع أنك تدير أبيار، هذا خير وخيرين، ولا مثلا تكون مثلا الجيران يتلقطوا مع بعض، ومثلا كل 5 عائلات يديروا بير يستفيدوا منه هم العائلات كلهم، ولا تلجأ عندك للجامع تمشي يشوف الجامعة وتستحق لمية واحد. ومع ذلك توسعت ظاهرة حفر الأبار في العاصمة طرابلس على وجه الخصوص بشكل عشوائي دون التحقق من صلاحية المياه للشرب من عدمها. الحل المباشرة لي أنا شخصيا التعباء، يعني صوام الجامع صواف، والحل الأخير الشراء من المحلات بصفة عامة، يعني تلقى روحك تشري في مية حلو. البنكة ممكن زوز دينار زوز ومعاها في الوقت الحالي، يعني مثلا 10 بنكات شو بيديروا لاستعمال يومي خاطي موضوع الشرب. يعني أزمات كثيرة حاول المواطن الليبي التعايش معها كانقطاع التيار الكهربائي ونقص السيولة النقدية، لكن انقطاع المياه أثقل كاهله وأربك حياته اليومية. ووسط غياب ظاهر للدولة ومؤسساتها في تقديم الحد الأدنى من الخدمات، يبدو المواطن الليبي مضطرا إلى البحث عن حلول تلبي احتياجاته الخاصة مهما كانت تكلفتها. معاناة المواطنين مع المياه الصالحة للشرب تتأزم يوما بعد يوم في ظل الاستهدافات المتكررة للمنظومات المغذية لبعض المناطق، إضافة إلى ارتفاع أسعارها. محطة زوارة إحدى المحطات المغذية للمدينة تعاني مشكلات عدة، نستعرض جانبا منها في هذا التقرير. معاناة تتزايد يوما بعد يوم مع ارتفاع أسعار مياه الشرب التي توزعها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، المصدر الوحيد الذي يغذي مدينة زوارة حتى رأس جدير. المحطة هذه طبعا تعاني من مشاكل كثيرة، اللي هي صيانة تحتاج إلى صيانة وأصبحت متهالكة وفيها وحدات متوقفة، وأصبح الإمداد المائي اللي يغذي المدينة طبعا نقص بكميات كبيرة، ممكن أكثر من نص. يعني تتغذى المحطة من منقوب توصل لخزانات مدينة زوارة، وعن طريق الخزانات الرئيسية بالمحطة الرئيسية يتم الدخل الشبكة وتعبئة السيارات. طبعا الشبكة الموجودة في مدينة زوارة ما تغطيش تقريبا، يعني ما توصلش تقريبا 50% من المدينة، بالإضافة أن هي شبكة قديمة ومتهالكة. يشكو المواطن غلاء الأسعار واختلافها من شاحنة إلى أخرى لأسباب غير معروفة، في حين يرجع سائق الشاحنة الأسباب إلى الظروف المعيشية الصعبة وغلاء احتياجاته التي تسير عمله من قطع غيار للشاحنة أو وقود الديزل الذي أصبح متوفرا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. المواطن طبعا عنده حق أنه هو يشكي، ولا عنده انه هو يقول مثلا الميه غاليه وهذه غاليه، هي مش الميه بس، هو المواطن نفسه السيوله عنده ناقصه، يعني المعيشه بدت صعبه عليه، يعني هو عنده الحق واحنا عندنا الحق. عندك مؤسسه قائمه وموجوده اهتم بها، وفر لها حاجيات، ما تقدرش تشري لها مضخه يا سيدي دير لها بند هو يدبر راسه. وبينما يبقى المواطن مضطرا الى شراء المياه مهما غلى ثمنها، تظل الشركه العامه للمياه والصرف الصحي مفتقرة إلى أبسط الإمكانيات التي تخفف من الحمل على كاهل المواطن وتحد من معاناته.
اعترف مدير شركة غراس روتس للترويج السياسي في فرجينيا دانيال فراتشي بتعاقد حفتر وعائلته مع شركته لتحسين صورتهم بالولايات المتحدة. فراتشي وفي تغريدة على تويتر عبر عن فخره لتمثيل عائلة حفتر لتحقيق ما أسماه رؤيتهم في إعادة بناء ليبيا. وكان المستشار السابق لميليشيات الكرامة محمد بويصير أكد أن خالد حفتر وقع عقدا في نوفمبر الماضي مع الشركة لتلميع صورة عائلته في الكونغرس الأمريكي وحشد تأييد له فيها. وفي سياق ذي صلة، طالبت مجموعة الأزمات الدولية المجتمع الدولي بإدانة تصريحات قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر الأخيرة الرامية لتقويض جهود السلام في ليبيا وفق تعبيرها. ونقلت صحيفة العربية الجديدة عن تقرير للمنظمة تأكيد تصاعد التوترات في ليبيا إثر إعلان حفتر رفضه اتفاق الصخيرات وتعطيل الأسام المنبثقة عنه. وذكر التقرير أن موقف حفتر كان متوقعا بعد الحملة التي أطلقها أنصاره لجمع توقيعات تدعم تنصيبه حاكما عسكريا مطلقا لليبيا بحسب الصحيفة. إلى بنغازي، طلب عدد من شباب قبيلة العواقير بالإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم، واستنكروا في بيان لهم ما حدث من أعمال حرق واعتداء على البيوت بمنطقة برسس شرق بنغازي. وندين ونستنكر ما حدث من أعمال تخريب وحرق وسرقات ممتلكات المدنيين في منطقة برسس المجاهدة من قبل أشخاص يريدون تشييع المؤسسة العسكرية. وفي ذات الوقت نطالب بالإفراج الفوري والمستعجل عن ابننا. في سياق منفصل، أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي أنها ستعقد مؤتمرا دوليا في مارس المقبل لإعادة إعمار المدينة. وقالت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك أن المؤتمر يهدف لوضع رؤية فنية واقتصادية وقانونية تسرع في إعادة الأعمار بمساهمة الجهات والمؤسسات المحلية وبمشاركة منظمات دولية. أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بالحكومة المقترحة يوسف جلالة أن إدارة سجن طمينة أفرجت عن 5 سجناء من تورغاء لديها. وأوضح بو جلالة في بيان تلقت النبأ نسخة منها أن عملية الإفراج جرت برعاية اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي المقترح لتنفيذ الاتفاق بين لجنتي مصراتة وتورغاء والقاضي بعودة نازحي تورغاء إلى مدينتهم مطلع فبراير المقبل. وكانت جهات دولية ومحلية رحبت بإعلان المجلس الرئاسي المقترح 1 فبراير القادم موعدا لبدء عودتهم إلى مدينتهم التي غادروها قبل 7 سنوات. المزيد في التقرير التالي. أعلن اليوم عن موعد بدء عودة أهالي تورغ إلى مدينتهم في 1 من شهر فبراير المقبل. مطلع فبراير القادم موعد أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج لعودة أهالي تورغاء إلى مدينتهم وإنهاء مأساة 7 سنوات عاشها الأهالي في مخيمات غير صالحة للسكن. العودة ستكون بإشراف لجنة يرأسها وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ووفقا للاتفاق الذي وقع عليه لجنتا المصالحة من مصراتة وتورغاء العام الماضي بعد لقاءات جمعتها برعاية أممية. فعلا رافقت إعلان العودة بدأت بمباركة من رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الذي وجد الإعلان فرصة للمطالبة بعودة مهاجري بنغازي وتضميد الجروح دفعة واحدة. لقد حان الوقت لترجمة الوعد الذي طال انتظاره إلى حقيقة واقعة. تعليق من البعثة الأممية في سياق ترحيبها بإعلان رئاسي عودة نازحي تورغاء إلى مدينتهم. ولم تخرج السفارة الإيطالية في طرابلس عن هذا السياق حين وصفت إعلان العودة بالتقدم الحاسم والإنجاز الكبير.
أقل من 40 يوما إذن تفصل أهالي تورغاء عن العودة إلى مدينتهم وتسوية الماضي مع الجارة مصراتة وبناء مستقبل أفضل مع كل الليبيين، بانتظارية أن يجد هذا الإعلان طريقه على أرض الواقع أم أنه مجرد رد فعل كسابقه؟ إقليميا أكد الرئيسان التونسي الباجي قايد السبسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وشدد الطرفان خلال لقائهما بالعاصمة تونس على أهمية الدور الذي تطلع به دول الجوار في إطار المبادرة التونسية لإعادة التوافق والاستقرار لليبيا وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات. أفاد رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا ليف دينغوف بإطلاق سراح طبيبين بيلاروسيين كانا في ليبيا، وقال دينغوف أن إطلاق سراح الرهينتين ثم بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الممثلين بالحكومة المقترحة. وأكد دينغوف قرب اطلاق سراح اثنين من البحارة الروس محتجزين في ليبيا، وذلك بالتعاون مع السلطات الليبية وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك. طالب عدد من أهالي سرت بالاستعجال في صرف التعويضات المالية اللازمة عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم خلال تحرير المدينة من تنظيم الدولة، ودعا المواطنون في بيان لهم إلى إصدار قرار من المجلس الرئاسي المقترح بشأن ذلك. سكان من المجلس البلدي بالتواصل مع المجلس الرئاسي لإصدار قرار رئاسي بخصوص حصر المنازل المتضررة وكذلك بدر الأشجار الذي تجاوز سنة منذ إعلان التحرير، كما يطالب السكان لهذه المناطق النظر إليهم من الشؤون الاجتماعية بالبلدية لتوفير بعض الحاجات الضرورية لهم لأنهم فقدوا كل شيء يملكونه. في ملف الهجرة، رحلت المنظمة الدولية للهجرة 140 مهاجرا غير شرعي طوعا إلى غينيا عبر مطار مصراتة الدولي. الرحلة نظمت بالتعاون مع مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية في كل من زوارة وبوعيشة بالزاوية ومصراتة. هذا ورحلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 18,000 مهاجر منذ بداية السنة من مختلف المطارات الليبية. اقتصاديا الآن، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إصلاح خط أنابيب النفط الذي تعرض لانفجار يوم أمس سيستغرق نحو أسبوع. وأضاف صنع الله في تصريح لوكالة رويترز اليوم أن الانفجار لن يكون له أثر كبير على برنامج التسويق، وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج الخام جراء انفجار الخط من 70 إلى 100 برميل يوميا. نختتم جولتنا بالتراث، حيث تشهد الأزياء التقليدية الليبية في الفترة الأخيرة تغييرا من حيث التصميم مما أثر وفق متخصصين على هوية هذا الزي. لنتابع. هي جزء من التراث وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإبراز أصالته التاريخية، لكن الصناعات التقليدية العربية في ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا أسهمت فيه العديد من العوامل. طبعا في مناسباتنا الاجتماعيه يلبسوا في البدله الكبيره والبدله الصغيره، وامهاتنا والناس الكبيره يلبسوا في البلوزه الحولي والحولي. طبعا لكن الهجوم الدخول ظاهره دخول الازياء الاخرى على زينا التقليدي وانتشار الاسواق الحضريه ادت الى عزوف عن شراء اللبس التقليدي. الزي التقليدي الذي يعبر عن تاريخ وثورات الأجداد هو أحد أهم الصناعات التقليدية في ليبيا، غير أن حضور هذا الزي بدأ يغيب من الحياة اليومية وبقي حكرا على الاحتفالات والأعياد، ما جعل صناعته تشهد كسادا تجاريا. وفي محاولة لدعم هذه الصناعة بدأ منتجون بإدخال خامات وتصاميم حديثة تتماشى مع ذوق العصر دون التأثير على هوية هذا الزي.
مصممات الأزياء اللي صمموا في الزي التقليدي الليبي مفروض يتكاتفوا الجهود ويصمموا زي مع المحافظة على الهوية التراثية، لأن هذا تاريخ، تاريخ أجدادنا لازم علينا نحافظ عليه. تاريخ لا يزيف، فأي تحريف في الزي التقليدي الذي ورثناه عن أجدادنا نعتبره تزييف، فهمتي؟ وإن تم تطوير الزي التقليدي بما يتناسب مع العصر وما يتماشى مع الوقت الحاضر فلا بأس به، بس مع المحافظة على الهوية التراثية. يفخر الليبيون بزيهم التقليدي لما يحمله من قيمة تراثية وفنية تجمع بين جمالية التطريز والقماش، وتطلب المحافظة على الزي التقليدي تشجيعا على ارتدائه واسترجاع بريقه الذي بدأ يأفل في خضم إيقاع الحياة الحالي. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الانقطاعات الكهربائية ومشاكل المياه أزمات تراوح مكانها وتعمق هموم المواطن. شباب من قبيلة العواجير يطالبون بالإفراج عن جعيم ويستنكرون أعمال الحرق والاعتداء بمنطقة برسس. مدير شركة جراس روتس للاستشارات السياسية يؤكد إبرام حفتر صفقة للترويج لنفسه بالولايات المتحدة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.